شكون ياكل بنانا؟ شكون ياكل تفاحه؟ شكون ياكل بعويده؟ سي دريم قائدة في منظمة الكشاف التطوعي. أنا فرحانة بحضور هذا اللقاء، يعني ونكون يعني واحدة من بين يعني المنظمات ديال هذا اللقاء اللي تيتشرف السي عماد الدين الريفي يعني بالتنظيم ديالو. وهذا الهدف يعني الهدف منه هو يعني خلق واحد الروح ديال الفريق بين موظفين مقاطعات السالة. وهو مشكور جزيل الشكر لأن يعني من ماله الخاص، يعني الله يجازيه بخير، والحمد لله والشكر لله تشرفنا حتى حنا بالتنظيم ديال هذا اللقاء هذا في هذا يعني المركز الجميل والرائع جدا اللي كنتمناو ان شاء الله من الله عز وجل ان يساعدنا انه ينجح النهار ويكون يعني في المستوى المطلوب، يعني وتانسبيرينا يعني من يعني من 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 بعض يعني يعني الشركات وهذا يعني الاجنبيه في هذه المساله ديال المشروع ديال تيم بيلدينغ، باش حنا ان شاء الله يعني نخلقوا تحنا واحد الجو زويون اللي يعجب الجميع. هاد تيم بويلدينغ الهدف منه شنو؟ الهدف منه هو اننا نخلقوا واحد الروح ديال التواصل وديال يعني الصداقه والمحبه والتآزر يعني بين 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 الموظفين ديال شي شركه مثلا، سواء خصوصيه ولا عموميه. يعني وهذا يعني راجع يعني الرؤيه يعني البعيده للسي عماد. الاستعماد يعني كيشوف القدام بزاف، هو ارتأى انه يدير هذا المشروع هذا باش يوفق بين الناس اللي خدامين في المقاطعه ديال سهله وباش يقربهم. وتنزيد ناكد يعني من ماله الخاص، يعني عنده واحد الحب. انا سميتي اميره تنقرا في مدرسه محمد الزراوي، جينا لهنا باش نستمتعوا ونلعبوا هنايا ونقضيو كاع الوقت ديالنا هنا، وهنا زوين بزاف. تنشكروا مقاطعة بطانة، تنتمنى يعاودوا لنا هاد الشيء مرة أخرى. قبل كل شيء نشكروا السي عماد الريفي اللي تاح لنا هاد الفرصة، حنا وليداتنا نتمتعوا بهاد المناظر وننشطوا مع وليداتنا ونخرجوا من واحد القوقعة اللي كنا فيها مع وليداتنا، ودابا راهم فرحانين وكينشطوا. هاد الجو هذا زعما رائع في الحقيقة، يعني الله يكثر خيره والله يجعلها له في الميزان الحسنات إن شاء الله. كنشكروا كاع المؤطرين اللي معاه والناس اللي معاه واللي موظفين كاملين اللي حضروا حتى هما بوليداتهم كلشي ديالهم، فرحانين والله إلا جد مسرورين. والله ما كنا كنتظروا هاد الفرصة هذه وهاد المبادرة اللي جات من عند السي عماد، الله يجازيه بخير، الله كنشكروه يعني جزيل الشكر، والله يحفظه ويخليه لينا والله ندعوا له بالتوفيق وندعوا له نقولوا له شكرا. زعما كي جيتي لبجي معنا كيبغي لينا شي حوايج زعما يعني المستوى، وكنشكروه بزاف وحنا فرحانين بهذا الجو هذا وهذه الاجواء هذه زوينه الله يكثر خيره. ما نكرهوش خرجات بحال هكا منظمه تكون منظمه مع وليداتنا حتى هما. الشكر الكثير لسي عماد الريفي الله يجازيه بخير. سميت اسماعيل المقدوري تنقرا في مدرسه ارض السلام. عجبت جد اليوم باش نستمتع في هذه الرحله، كاينين الالعاب وانشطه أشياء زوينه، نتمنى تعاود تكرر هذه الرحله مره اخرى. السلام عليكم، حنان فريد كرو سعادة الرئيس على هذه الالتفاتة الطيبة والجميلة. صراحة تنظيم جميل والوليدات ديالنا حتى هما فوجوا معنا اليوم، وكنشكروا وكنتمناو له مسيرة موفقة، وكنشكروا كاع الطاقم التقني واللي يشرف على هذه المبادرة. إيمان الضريف موظف من مقاطعة بطانة. أولا كنبغي نشكر سعادة الرئيس مجلس مقاطعة بطانة السي عماد الريفي على هذه المبادرة القيمة وعلى هذه الخريجة اللي دار لنا. الصراحة هرسنا بها الروتين ديال الخدمة وغيرنا فيها بزاف حتى في النفسية ديالنا الحمد لله، وحتى الوليدات اللهم لك الحمد هما استافدوا وتيبدلوا الجو، حتى بالنسبة اللي عندهم حتى الامتحانات هرسنا لهم الوقت ديالهم شوية باش ما يملوش. وصراحة كنشكروا حتى الطاقم كامل اللي كيساهم في هذا الشيء كامل صراحة، وكل شيء منظم كل شيء على أحسن ما يرام. كنتمناو دائما إن شاء الله هذا الشيء يبقى استمرارية إن شاء الله وبالتوفيق دائما إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.